هاي طلعت منها مثل الشعرم العجين. بقى ليش كل هالناس؟ يعني لو ما انا اثبتت انه ما بعرف شيء عن تزوير الوثائق، يطلع حديث هلا ما طلعت منها. ولو ليش نحن كنا خليناك توقع بالاصل؟ هاي لقينا لك مين زور الورقه وحمل القضيه. بعرف، قدر الله خيركم. بس انا لازم اكون حذر، العيون كلها علي، وخصوصي ابو سعيد ما حيمرها على خير بنوب. إيه هذا حسابه معي، وبكره بورجيك شو راح اسوي لك فيه. ما قلت لي سيد انيس، انت كيف نفدت منه؟ مو طلع شاب من عنا من المكتب هو اللي عمل هالعمله؟ اعترف بكل شيء، حطينا له فلوس خير الله للمحامين لحتى نثبت انه هو ما بيعرف انه البضاعه من فيها صلاحيتها، بس هو خاف من التاخير فتصرف من عنده، يعني حرصه روحه. بقى نحن شو دخلنا؟ يا سيدي ما بنخاف عليك معلم. شو ما اكل؟ ما اكل وما حكى معي ولا كلمة. طيب ولأمتى رح يبقى هيك؟ ما نشتركوه شوي، صدمته كتير كبيرة. بس الحمد لله انه بينت الحقيقة. اسماعيل نحن ما لازم نتركه ابدا، فوت احكي لك معه كلمتين. طيب بلكي هيك المساء انا بجيب علاء ونحاول نحكي معه. يا سلام. الله معك. الله يسلمكم. خلوني فوت انا احكي معه. خلص ماما، بابا حاسس حاله مجروح. لكن بنتركه هيك لحاله؟ معه حق، الله يكون بعونه. لكن موظف شريف 40 سنه بدخله على السجن. نعم، ولولا طالعه قاضي شريف ورفقاته بالوظيفه ساعدوه كان راح فيها وتبهدل لاخر عمره. يعني لو مدكن له 4-5 مليون بيقول الواحد انه اخذ حقه. هلا بدك تقنعني انه سعيد مو مدكن؟ اخي لا بدي اقنعك ولا تقنعني، ابي كل الناس بتعرفه. فزازه ولازه ولد عنده احساس فظيع بالمهانه، حقه، وعم يرفض حتى انه يحكي مع حدا. هي بسيطه ولا يهمك، بس يشوف الطاوله انفردت ويسمع صوت الزهر بيرجع لحالته الطبيعيه. ما بعرف، بس انا من رايي انه يعني نطلع شي مشوار برات البيت، نعمل شي حركه. اذا هيك بتنحل القصه بسيطه. ها قوم يا بابا. صحيح جدهم اضرب عن الاكل؟ ايه نعم. طيب شو مطالبه؟ مطالبه انه ما يتدخلوا فيه ويتركوه يموت شريف مثل ما عاش كل عمره. فوت على فوت. مساء الخير. مساء النور. كيف وابي؟ على حالي، حتى ما عم يرضى يطلع مع غرفته. ماما الله يرضى عليكم، لا تتركوه لحاله هالكام يوم. ولا يهمك امي، ولا يهمك. يا ريت يا ماما نتصل برفقاته يجي يحكوا معه. والله ماني عرفانه شو لازم نعمل. بس يتركوني يموت شريف، هذا صعب ولا مستحيل؟ ابو سعيد تسمح لي، انت مزودها شوي يعني ومكبر الموضوع. صراحه انا ما كنت فكرك ضيف لهالدرجه. انتم ما بتعرفوا مرارتها، انتم ما شفتوا العيون جوات السجن كيف بتقيسك من فوق لتحت. انا طول عمري عشت محافظ على كرامتي وعلى شرفي، مشان موت وانا مرتاح الضمير. ما حدا بزمان يقول انه ربى اولاده بالحرام. اشتغلت شغلتين وثلاثة وأربعة قبل الدوام وبعد الدوام، فنيت عمري بالوظيفة 40 سنة مشان أترككم شو؟ بيوت؟ سيارات؟ ما تركت لكم شيء غير سمعة طيبة واسم شريف، مع ذلك مستكترينهم علي قبل دخولي سبعتي. بابا اسمح لي، انت مزودة شوي، هي طلعت براءتك وكشفت الحقيقة. ما بكفي لك بابا، ما بكفي، لازم يجي حدا يعتذر مني ويعوضني
ويقول لك كل الناس ليش أنا دخلت السجن. بس هي معركتك بابا. ما كن حق تحكوا هيك، لأنكم أنتوا من زمان غير زماننا. شوف لك بابا، نحن أيامنا كان لما الموظف بيرتشي وتشيع عنه السماعة ما حدا يتجوز بنته، أهل الحارة ما يحكوا معه، يموت وأمه غضبانة عليه. بس الأمور تغيرت بابا، ونحن مآمنين إنك أنت أحسن أب وأشرف موظف بكل العالم. لا مو بس هيك، وبطل المحبوسة بالبيت. ولو بقيت شهرين ثلاثة بالحبس كنت فشيت خلقك من الطاولة. مزبوط. أنا بعرف إنه أنتوا عم تخففوا علي. مو بس نحن سمعان، هاي رفقتك كمان شبير، تفضل معنا. مرحبا يا سعيد. تفضل يا بنتي. مرحبا يا بنتي. هلين عم تفضل. شفتي ما قلت لي؟ أكيد علاء وإسماعيل حكوا معي. هلين أبو أحمد، أهلا وسهلا. شلون أبو سعيد؟ لساته مضرب؟ يا أبو سعيد؟ يا أبو سعيد؟ يا أبو أحمد الله يخليكم، أنتوا رفقاته بيسمع منكم، احكوا معه. ما راح نروح من هون حتى ناخده معنا، وبكرة الصبح راح يروح على الوظيفة. الهيئة انه انتو اتنين متآمرين بشي شغلة. اهلين وسهلين. اهلين بالشباب. اهلا وسهلا ومرحبا. اهلين ابو سعيد. اهلين وسهلين. يا اهلا وسهلا. معقول يا رجل تحرد؟ شغلك فوق بعضه يا رجل. شغلي؟ وين شغلي؟ شغلك عم استناك واجازاتها خلصت. فوقها في خبر تاني رح يخليك ترجع فورا. خير؟ انيس والمدير العام طلعوا من السجن. شو الحكي؟ تركوها؟ معقوله؟ شفت الشغل اللي قبلي؟ قلت لكم انه ما رح يخلوني. اذا انت وانا وغيرنا، يعني اللي مثلنا قعدوا ببيوتهم وندبوا، إيه طبعا رح يشرحوا ويمرحوا على كيفهم. سهى، بتعرفي احيانا نفكر لو البابا يغير عقله شوي ويطري ايده هيك شوي، يعني حتما كان وضعنا صار فوق الريح. ما في شوي وكتير، اللي بيمشي بهالطريق ما له رجع. ليش؟ بعرف واحد ابوها لرفيقتي، موظف عادي كتير ومركزه ماله حساس مثل البابا، ومن اول سنه بالجامعه لهلا صارت مغيره 3 سيارات. بدك بابا يرتشي؟ لا بس يقبل هدايا. اسمها رشوه. ييه عم قول. لو بتعرفي شو عمل بعد ما طلع من الوظيفه؟ شو عمل؟ راح حج وتبرع بمليون ليره للجامعه، وجوز بناته واولاده احسن جوازات، وتقاعد بمزرعته. لا مؤمن. وبعرف واحد كمان. لا تكفي ندى، تصبح على خير. صدقتي عم بمزح معك، إيه انا ما بتمنى البابا يتغير ابدا. ما اغلظك. اي لا لا ماشي حاله اليوم. يعني قرر ينزل على الشغل؟ اي وانا مستغرب حماسته يا رجل، كانه متغير. يا سيدي لا تستغرب، يبدو مسعيد رصته. الله اعلم. ايه والله ما بعرف بشو عم يفكر. لا 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 ولا يهمك، اطمن. اوكي يلا باي. شو هذا عطر كمان؟ وليش لا؟ ايه بس ابو سعيد، ابو سعيد هلا هذا قبلك مصر انه ينتظرني وياخذني بايده ويوصلني على الشغل كانه انا ولد صغير. شو عليه؟ الدلال بيطلع لك. تفضلي. نعم. شو هذا؟ شو هذا؟ ما شاء الله. تفضل. بابا مع 5 دقائق رح تخلص فطورك. تاخرنا. حاضر. حلوه ريحه العطر هي. شكرا بابا. ولا هو جبنا. لحظه بابا لحظه. هيا والله يا اخ.
بابا انا ما بعرف بشو انت عم تفكر، بس بترجاك تنسى اللي صار معك. طيب خلص. طيب او يعني اذا كنت مصمم انك تعمل شيء، على الاقل حطنا بالصوره، هدول ديناصورات بابا. خلص ولا يهمك، نسينا كل شيء، هلا طلابك بيكونوا عم ينتظروك. يلا صباح الخير ابو سعيد. صباح الخير ابو احمد. الله يسعد لي الصباح. لك اخي روح نجم، شايف الدنيا خربانه. ولامتى رح استنى كل توقيع واحد؟ اخي هلا المدير العام معي موقع المعاملات النظاميه. وانا معاملتي نظاميه. لك روح جنب مسجل، فضحتني. اهلين بالشباب. يسلموا يا ابو صبحي. اي والله يا ابو صبحي يسلموا. هاي احلى كاسة شاي لعمي ابو سعيد. سلم اليدين. الله يسلمك عمي ابو سعيد. ولما بيقولوا عني عم اكولك لا اتبع لك خروف على باب المؤسسة. يا سيدي ما حدا راح يقول شيء. هذا خايف انه المدير العام يفكروا انه صار من جماعتنا. اعوذ بالله على لسانكم. ان شاء الله. ما بعرف انا اللي اهلي انه بلا كل شيء لحاله ما بشارك حدا. شو شباب؟ كترالي مشاوراتكم السرية. اخي عم نحكي بشغلة خاصة. احسن شيء. قوم عند المدير العام برجو بالسلامة نطلب نقله. ليش؟ نطلب نقله. امشي. شو عم يصير؟ والله ما بعرف يا ابو احمد. صباح الخير. والله ابو زكي طلع من قضية مثل الشعرة من العجين. لا ومو بس هيك وعامل حاله شريف كمان. خليه يفرض المصاري، بركي بيشتروا شي سيارة، احسن له من شنطة التكاسي. يعني انتو ما فيكن غير تألفوا تتهموا هالناس؟ انت شو بعرفك؟ لا بعرف، ابوه للدكتور اسماعيل جارنا من 20 سنة، وكل الناس بتعرفه، ايه مو مثل ابوك. لعمة، هي هاني للقصر، شو بو ابي؟ لك حسد اخي حسد، تركها هي مجماعة محاربة الفساد، جي يوم تفهم الدنيا مزبوط، مشي. ما عم يخلي إدباره تمرق غير ما يفحصها ورقة ورقة، ولما بشك بشغلي دغري على التفتيش. اتركوه بس. أوامرك معلم. سمعت أبو سعيد بدي إياها بالأرض وتستفزوه صبح ومساء لحتى يترك الشغل ونرتاح منه. اطلعوا وصلكم طريقي. لا معلش شكرا، بدنا نروح ناكل فلافل. ايه خلصنا بقى ندوش، فردينا هالمصاري بقى، القصة انكشفت. يعني عزمينا على المرديان. اشتري لك شي سيارة او على القليلة غيري هالجند الوطني. انت عن شو عم تحكي؟ عن ابوك اللي طلع مثل الشعر من العجين من قضية كان فيها على القليلة 15 سنة سجن. ابي؟ ايه ولا بدك يانا نصدق انه ابوك موظف وفقير وشريف؟ حاجة بقى فهمنا. خلاص ولا؟ ندوش كيف؟ اذا كان ابوه حرامي بظن كل الناس مثله. السلام عليكم. اللحمة جاهزة. خير ابو لطفي شوفي. ما في شيء يا اخي، ما في شيء. لا هاي تاني مرة بتعامل لي هيك، بدي اعرف شوفي شو القصة. يعني ما بتعرف؟ لا ما بعرف. من 40 سنة يا ابو سعيد ونحن محترمينك وشايفين حالنا فيك، بتطلع مثلهم؟ لا يا ابو لطفي انا ماني مثلهم. المهم انكشفت الامور، الله يسامحك. اتفضل. سعيد صرعتنا وبالاخير. لك شو زعلان؟ والله فرحت له.
ده كله قرشين استروشيبته. اروح عنا يا شوف يا الدنيا غير سمعة طيبة. مرحبا سمعة طيبة. شي كل الناس مصدقة انه البابا مرتشي. يعني اذا بكيتي بتقنع الناس انه بابا مو هيك؟ ما لي عرفانة شو بدي ساوي. الافضل انه ما نستسلم. انا كمان بالشغل نفس الشي كله عم يطلع فيني نظرات غريبة. لك اذا رفقاتنا ما بنقدر نقنعهم كيف اللي بيكرهونا؟ انا بطلت روح الجامعة. ما بدي اكل. بدي نام. ترى ابو سعيد شفتي؟ قلت لك ما راح يتركوني بحالي. يو شو عملوا كمان؟ عم يشوهوا سمعتي. عم يستفزوني على الطالع وعلى النازل. الله يخرب بيتهم ينتقم منهم. ام سعيد اتركيني لحالي شوي. الموضوع ما بيسكت عنه ابدا. في خطه مدروسه ومزبطه لتشويه سمعه ابوك. طيب شو رح نعمل؟ انا برايي نحكي للصحافه. لا تحكوا لحدا. اعدائي بعرفهم منيح وما رح اسكت ورح ادافع عن حالي. بكره بتشوفوا. لك شو يعني منتكتف منقعد مشان يرضى شايفة موظف؟ مالي علاقة دبر الموضوع. لك يا حبيبي فهمني، أنا مالي علاقة بجو البلد، عم يحاربوا الفساد، عم يحاربوا الفساد، مالي علاقة. لك عم تربحوا مثلي مثلكم، أهانا عم يطلع لكم أكثر من شريكي. بدي الأدبارة موقعة جاهزة خلال 10 أيام. طيب، طيب. حاضر، حاضر. مع السلامة. بعتيلي وفيق. تفضل استاذ. تفضل ابو سعيد. لمين هاي؟ لصاحبك نفسه. ايوه سيد انيس يعني. بس هالمره مقدمها باسم شركاته. ها ايه شو عليه؟ ليكون عندك اعتراض. انا اعوذ بالله، ليش حتى يكون في عندي اعتراض؟ ايوه شو بك؟ ولا شيء اخي. ابو سعيد عامل علينا معلم، هو اللي نضيف ونحن يلي بنرتشي وساكتين له. بس هلا انكشفت كل ورقه وما عاد في داعي لهالزعبرة كلها. زعبرة؟ زعبرة لك يا ابن الاوادك. لا زعبرة زعبرة لك. ليك 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 الناس ما عاد استحلت العمى. نزعوري سمعتي، نزعوري سمعتي بلادي. بس كل الناس بيعرفوا مين ابو سعيد. لا لحد هلا لسه ما حدا بيعرف مين هو ابو سعيد. انا بورجيهم. هذا المطلوب انكم تستفزوه. اي بس ضربني هلا رح اعمل فيه عقوبه، واذا ضربك مره ثانيه فورا على السجن. شباب انا وراك. على راسي استاذ جميل. الله يخليك شيله خلينا نعرف نشتغل. ولا يهمك، ايامه قربت، بامكانك هلا تروح على شغلك. وين ابو سعيد؟ لسه الساعة 12. رايح في عندي مشوار ضروري. حلو،
وعم تخبي علينا؟ لا يا أبو أحمد لا، بحكي لك بعدين. وإذا سأل عنك المدير العام؟ يا سيدي يسأل، وإذا ما عجبه يعمل لي عقوبة يومين، وأعلى ما عنده من خيل يركبه يا سيدي ويعمل اللي بده. والله هالأبو سعيد أويانا كتير. والله مقلع مو فرقاني معه بنوب. إيه لكن تعلم من رفقاته المساجين. أنا عرفت كل شيء وحكولي عنك من وقت ما كنت موظف صغير لحد هلأ، وقديش تحاربت مشان ما تصير مدير عام. أخي الكريم، هنن يحلوا عني هالسنتين لبين ما أقطع تقاعد ومو مشكلة. وأنا بعرف كمان أنه في خطة قوية لتشويه سمعتك، ولذلك أنا لازم دافع عن سمعتي، ولسبب هذا أنا جاي لعندك لحتى أقول لك كل شيء رح أساويه. تفضل أخ أبو سعيد، أنا عم بسمعك. الجماعة مستمرين ولسه بدهم يمرقوا بضاعة فاسدة. شو وين ابو احمد؟ على الارشيف. أنا آسف لأنه عصبت عليك. مو مشكلة. لا أنت طول عمرك قلبك طيب. الحقيقة أنا لازم شوفك واعتذر منك هيك على رواق. تشوفني؟ إيه طبعاً، بس يعني مو هون بالدائرة، يعني برات الدائرة قصدي. ما عندي مانع. طيب هلا أنت فكر بشي محل تكون أنت ترتاح له وخبرني قبل ما يخلص الدوام مشان نطلع ونقعد سوا. بابا ليجي؟ أبوكم اتصل وقال عنده شغل ضروري رح يتأخر. طيب اسمعي، عنده محاضرات. شوف أخي سيد وفيق، ما عادت تمرق شغلي بدون ما أخذ حصتي. شو هالحكي؟ شغلة صارت وصارت. الأضابير المخالفة والنظامية عم تمشي بإرادتي أو بدون إرادتي. عالسجن ودخلنا وسمعتي وتشوهت، يعني ما عاد في شيء خاف عليه. وكيف بدنا نسيبها؟ أنا ما بكذب. بعدين أنت بتعرف أنا لو رضيت إنه أتساهل شوي وين كنت صرت؟ وينك؟ هذا الكلام مو لك، هذا للمدير العام. شوف أنا طالما قررت إنه آخذ رشوة فإن رشوتي ما بتكون غير عتقيل. عم تفهم علي؟ أبو سعيد شو قصدك؟ خلينا نحكي على المكشوف. أضبارة السيد أنيس وشركاته ما بتمشي إلا إذا دفعتوا لي نص مليون ليرة. عم تفهم علي؟ نعم، نص مليون؟ هذا بس إلي لحالي، ها؟ أنا ما دخلني فيكم، أنتوا بتطلبوا مثل ما بدكم. فهموا هيك لأنيس وشركاته. طيب وكيف بدهم يثقوا فيك؟ أخي أنا ما وقع قدامكم، ولا إلا باخذ إجازة وفوضك أنت توقع. شو رأيك؟ شوف إذا بدكم ما تثقوا فيني ماشي، أخي لا تثقوا فيني وخليها لشوف الأطبارة تمرق. لك أخي أنا عم طالب بحقي، حاجتها تعطير. يعني أنت بتفوضني لإلي بمتابعتها؟ بلى. بس لحظة، الأغذية ما بدها تكون مثل المرة الماضية فاسدة. شو؟ مخالفة للمواصفات ماشي الحال. والله يا أبو سعيد أنا هيك ما بعرف.
ما بتعرف؟ إيه كيفك؟ حبيبي أنا بكرة رح أطلب الأضبارة وأرفضها وأطلب لجنة كشف بتكون برئاستي، فهمت؟ فهمن للجماعة إنه أنا خلاص استقلعت، بالعربي الفصيح يعني بدنا نترك شيء للولاد وما في حدا أحسن من حدا. السلام عليكم. إيه ها هلأ بلش الشغل. شو أبو سعيد؟ لساتك عند كلامك؟ إيه لك وعم بنتظر الجواب. قلبي مو مطمئن. نحن بناخد كل احتياطاتنا. شلون يعني؟ منجربه بشغلة صغيرة ومنخليه يقبض، وبس يقبض بصيروا رجليه بالفلق، ما بقى فيه يتراجع. يعني من ورطه من صوره هو عم يقبض، وبعدين وين بده يروح منا؟ عمي ابو سعيد هاي الإدبارة صارت جاهزة، ما بدها إلا توقيعك. إيه قديش؟ 10 إلي. لا أنت 3 بس. لا خود. لا طيب طيب خلص مثل ما 10 أنا بس لحالي. مثل ما بدك خلص. طيب والدفع؟ بعد الدوام مطعم الأنوار. طيب اسمعها، أنا لا حدا بيشوفني ولا بشوف حدا. ما عليك أنت خلص تاخذهم مني. طيب طيب هاي توقيعي. قد الساعة بدي اشوفك؟ شو الغداء على حساب مين؟ حساب الجماعة ولا يهمك. صحتين. جاهزين؟ جاهزين. مشيني على السريع. عد تخدم. لا لا بدي ارجع على البيت بنفس الموعد عشان ما يصير شبهات. يا عيني عليك يا مالي. مشيني. تفضل. معدودين؟ معدودين. خير. السلام عليكم. الله معك. جد أبي استعار بيتك؟ ايه عن جد. شو يعني رجعنا شبابه؟ والله ما بعرف، بس دير بالك حدا يعرف لأنه بيزعل وبيحرض ما بيقعد بيحكي معنا. لا طبعا لا، بس فعلا شغلة عجيبة كثير وظريفة. شو صار له أبو سعيد؟ والله ما بعرف، بس حاسه عم يخطط لشغلة كبيرة. شو هي؟ ما عم بعرف. السلام عليكم. وعليكم السلام. قلنا السلام عليكم. العاب. خير. وعليكم السلام. لهالدرجة بتهمك سمعتي يا أبو مأمون؟ ما كنت بعرفك بتحبني لهالدرجة. ماشي حال. السلام عليكم. وعليكم السلام. وفي بيك؟ وفي بيك؟ اهلين عمي ابو سعيد. صباح خيرات. صباح النور. مرحبا ابو. يا هلا. تعال هون يا ابو سعيد فهمني شو عم يصير. طول بالك علي. وينك؟ دير بالك اوعك تشك فيني لحظه واحده، فهمت؟ مو هاد يلي مجنني. خلص اللي سمعته وشفته انساه. تفضل روح على الشغل. يلا Thank you.
خير ام سعيد، شو في؟ ليش ما عم تيجي على الغداء؟ مشغول شوي. طول؟ يعني شي يومين ثلاثة. ام سعيد الله يخليكي، معلش اتركيني لانه عندي الموضوع شوي شائك ولازم ادرسه واخلص منه. البكي على راس الميت، سلم واستلم. كيف هي يعني؟ بتساوي مثل ما عم اقول لك تماما. المدير العام لازم يكون موجود، نحن بنسحب الاضباره من الديوان وبناخذها معنا، بنوقعها قدامهم وبنستلم مصارينا. طيب وين؟ برا اخي، باي محل. وانت بتستلم المصاري عنا وبتعدهم. هيك بتفهموا للمدير العام. اتفقوا على الموعد وخبرني على البيت. اخي بركي ضحكوا علينا. معك حق. لك بعدين بدنا نعرف شو حصتنا. اخي بركي المدير العام عم بيلهف كل شيء. لك والله يا عمي شغل معلمين. شو عم سعيد؟ ما بدك تحكي لنا شو عم يصير معك؟ خير، كل خير. وشو قصة بيت علاء؟ ما قال لحدا غيري، طمن. أنا قصدي إذا كنت بحاجة مساعدة فنحن جاهزين. لا طمنوا، إذا احتجت لشيء فورا بخبركم. الو، مساء الخير. ايوه ايه، لا موجود طبعا. طيب الله يضيق بس اذا ممكن. بابا اري. ايوه نعم. طيب ماشي. الو، انا ابو سعيد. مرحبا. الموعد الساعه 6 بكره. المحل بمزرعه المدير العام. نعم، السيارات موجوده كلها على الحدود ومستعده انه تدخل. نعم نعم، الساعه 3 موعدنا بنفس المحل. مع السلامة. مع السلامة. ايه بابا، بدك شيء من علاء؟ ايه بدي. قل له انه بدي البيت بكره من الساعة 2:30 للخمسة. علم سيدي. شكرا حبيبي. بابا. باي. شو رأيك نراقبه؟ لك عن جد؟ طبعا عن جد. لا لا، ابوك بظن انه عم يخطط لشغله كبيره كثير، وبخاف انه اذا راقبناه وحاس تنتزع،
وخاصة انه نحن ما عم نعرف لشو عم يخطط. يا سيدي انا طول عمري بحس انه صحيح ابوك طيب ودرويش بس موهوب. موهوب ما اختلفنا، ولكن في زمن لا يحترم الموهوبين، مثل اولاده يعني، موهوبين بس ما لهم حظ. اهلين ابو سعيد. اهلين بالشباب، مساء الخير. يا فندي. ها من زمان يا رجل، هلكتنا ونحن ندور على بضايع تناسب المواصفات تبعك. ايوه وما لقيته. ما ايه ما بتوفي معنا. يعني ضروري تربحوا 500%. يا سيدي تجاره الله مبارك فيها. سيدي المهم انه حصتنا تنقام على جنب. طبعا رح تنقام على جنب. وبكره بتشوف سنتين ورح تريش. يا الله يا الله. تفضل. اهلين وسهلين بالشباب. يا اهلا وسهلا ومرحبا. اهلين سيد انيس. يا اهلا وسهلا. اهلين ابو سعيد. مرحبا. يا سيدي شرفتنا. مزرعه معتبره. مقدم يا ابو سعيد. تسلم تسلم لاصحابها. بس انت خفل لي ايدك شوي وخلينا نطلع لفوق وانت بتستلم مدير عام وبلا هالمشاكل. بامرك. جاهزين. حاكم البضاعه خمت على الحدود. شريف وقع ابو سعيد. انا شو بنا شو اتفقنا؟ ايوه ايه يعني انا بالاول لازم ايه شو علي قصدي هات. تفضل حضره المدير العام. وهي توقيعي انا شريف. يعني عليك انا. ها ايه سيدي وهي الفلوس قسموها بيناتكم. ها صار بدها احتفال. فعلا بدها احتفال. فايدة كله فوق. قلت لي حليب اطفال ما هيك يا سيد انيس؟ سيدي انا ما دخلني. عملت يا ابو سعيد؟ ما في داعي للحكي، شكرا يا ابو سعيد. شرف معنا. ليك حنان ليك ليك شو شو هاد يا عمو؟ والله صرت يا بابا نجم. والله مالك قليل يا ابو سعيد. لك ولسه ما شفتوا شيء. تعرف بابا انا بالاول شكيت فيك، قلت لحالي لازمك بيت انت تجوزت على امي. ولك شو هالمزح الغليظ يا ولد هذا؟ بعدين انت بتعرف انه انا ما بسترجي. تسلم تسلم يا ابو احمد. العزيمه على حسابي. لا شو على حسابك؟ على حسابي بس مو هلا، هلا وقت الشغل. يلا كل واحد على شغله. يلا يا شباب ابو صبحي جيب لنا طعم شاي. يلا يا كريم. يا رب. عليها عليها فهمي عليها عليها لفوق عليها لفوق وحط لي خمسه جنب بعض خلي الكل يروها. ابوك طلع شغله كبيره صاير نجم. اخي المهم انه بينت الحقيقه ورجعت له سمعته. ديالك على هالقد. اسفه ندوش ما كان قصدي. ولا يهمك ما في مشكله. تفضلوا اعطيكم على خلاف. بس امريكيه ما في مصاري كل واحد بيدفع عن حاله. ماشي يلا.
هذا أبوه ذاته نفس النمرة. اهلين وسهلين اخي ابو سعيد. اهلين ابو سعيد. اهلين ابو سعيد. شو هاد؟ شو عامل؟ والله العظيم مخجول منك، سامحني الله يخليك، غصب عني شكيت فيك. شايف يا ابو اخوي بدهم ينزعوا لي عطري، بدهم ينزعوا لي سمعتي وسمعت ولادي، لكن الله كبير. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. روح الله محيي اصلك، الله يكثر من امثالك. يا رب